دفاتر تحملات وهي ملزمة باحترام تلك الدفاتر. طبعا الهيئة التي تشرف على مدى الالتزام بهذه الدفاتر وتطبيق الدفاتر طبعا هي الهيئة الدولية للاختصاص البصري. لكن حينما نتحدث عن الثقافة، دفاتر التحملات تطرح الثقافة بمفهومها الشامل، وليس فقط الثقافة كأدب أو كفكر أو كنقد أو كإبداع، بالعكس كل ما يندرج من الثقافة، حتى ربما البرامج المتعلقة بالأزياء، بالملابس، بالطبخ، بالعادات، بالتقاليد، برامج وثائقية، كلها تندرج ضمن الثقافة. وحينما يسأل سائل عن حد الثقافة، هنا تجد الأجوبة دائما تأتي: نحن نقدم الثقافة بمفهومها الشامل وفق هذه في إطار البرامج الثقافية الإخبارية الوثائقية وغير ذلك. لكن هناك إكراه آخر، أنت سألتني ككاتب طبعا، وحينما أرتدي قبعة الكاتب وأيضا قبعة الجمعوي باعتباري عضوا في الجمعية المغربية لحقوق المشاهد، نوجه لمسؤولي القنوات السؤال حول نصيب الثقافة في المفهوم الذي نتحدث عنه في البرامج. نواجه بإكراه أساسي، وهو خاصة أتحدث هنا عن القناة الثانية. القناة الثانية الميزانية الأساسية، العنصر الأساسي فيها يأتي من مداخل إشهار. حصة الدولة في هذه الميزانية ضئيلة جدا، وبالتالي لا تكفي لتغطية هذه المصارف. المنطق الذي يحكم مسؤولي القنوات هو المنطق، هذا المنطق الهاجس التجاري، كيف يمكن أن نسوق هذا المنتوج الإعلامي ليكون ليستقطب الإعلانات أو الإشهار ويستقطب محتضني هذه البرامج. وبالتالي قد تجد برنامجا لا يرضينا نحن كمثقفين هو الذي يحظى بنسبة مشاهدة عالية ويحظى بنصيب أوفر من الإعلانات التلفزيونية، وبالتالي هناك يعني رهان وسؤال أساسي: كيف يمكن التوفيق ما بين عنصر يعني المشاهدة، نسبة المشاهدة العالية، وما بين إرضاء مختلف فئات المشاهدين؟ فحينما تجد المسؤول يتعذر أو يعني يحاول أن يبرر ذلك بكون برامج الثقافية لا تستقطب شريحة واسعة من الجمهور ولا يمكن أن تستقطب الإعلانات، فهذا إشكال جوهري أساسي. وبالتالي فالخدمة العمومية ينبغي أن تجد مسوغا لها وداعما لها أساسا من المال العمومي، حتى تتوفر الخدمة العمومية بعناصرها الأساسية التي هي الإخبار والتثقيف والترفيه والتربية إلى غير ذلك. شكرا جزيلا سي طارق هذا المحور. سأفتح مجالا للمداخلات. طبعا الحال معنا زملاء يشتغلون في الصحافة، هناك أيضا مهتمون بالمجال، لكم الكلمة لطرح